مهاجرون أفارقة من جنوب الصحراء يزحفون إلى منزل فلاح في سليانا. تابع معنا تفاصيل القصة. Tu viens d'où? Chez moi, à la maison. Ah, pour te chercher quoi? نشر فلاح تونسي عددا من الفيديوهات وثق فيها زحف العديد من المهاجرين الأفارقة إلى منطقة الإخوات بمعتمدية جعفور في سليانة. الفلاح أكرم الأبيض قام باستجواب عدد منهم باللغة الفرنسية متسائلا من أين جاءوا وأين يذهبون ومن يدفع بهم نحو الأراضي التونسية. عدد كبير منهم يأتون يوميا لطلب الأكل والماء منها، حيث طلب أكرم السلطات بالتدخل لأن أعداد هم كبيرة قدرها بالمئات يوميا يمرون بالقرب من منزله. اه وسيدي اه اعطيني المشهر يا ربي راهو مشوا لي امر انا هاك تشوف. واكد عبر فيديوهاته انه لا يستطيع النوم واصبح خائفا على امنه وامن عائلته معه، لانهم ياتون ليلا ونهارا وقاموا بقتل 3 كلاب للحراسه. بيان يا رامين للو شر شر كلاب قتلوا وارسي شر شر. أكرم الأبيض وثق عملية طرد بعضهم من قبل جارته التي تسلحت بآلة حادة ولحقت بهم، فيما يبدو بأنها ضاقت ذرعا برؤيتهم يوميا يأتون ويطلبون الأكل والماء بأعداد كبيرة. أخت المرأة أختي إذا أختك كيفاش بلا أختي باسمك كل يوم كيفاش؟